الحقيقة طبعا احنا الدور مع الشرطة واضح طبعا من فترات سابقة، واحنا الحقيقة هي مش حماية، هو احنا يعني تأمين وإشاعة روح الطمأنينة لأهالينا، انهم اي حاجة يعني مغرضة بيسمعوها يطمئنوا لما بيلاقوا ان القوات المسلحة والشرطة موجودة. والتأمين ده مش بس بيبقى في محيط اللجنة، لكن ده تأمين يعني بيشمل المحافظة بالكامل وبيشمل ربوع الجمهورية بالكامل، وده مهمة بتسعد بيها القوات المسلحة وبتتشرف بأن هي تقوم بيها، لأن الاستحقاقات الدستورية والاستحقاقات اللي بتتم دي هي اللي بترسخ أركان الدولة. وإن شاء الله يعني كل مواطن يشعر بالأمان ان هو يتحرك ويقوم بدوره، لان المستقبل الحقيقة واعد ومشرق، والمواطن اللي هيساهم في انه يرسخ طريق المستقبل هيبقى شاعر في ان هو جزء من النجاحات اللي هتحصل في المستقبل. وان شاء الله طبعا محافظة اسوان، انا سعيد باني موجود هنا، في انا بعتبر كمصري ان مهد الحضارة المصرية موجود في هذا المكان، مكان كل ما بنجيله بنحس بجذورنا وبالعبق بتاع التاريخ. فإن شاء الله تكون دايما محافظة مزدهرة وموفقة.